في قلب حي الضرب الأحمر وتحديداً قدام باب زويلة هيلفت انتباهك شارع ضيق عتيق عمره أكتر من 100 سنة مسقوف بألواح خشب بتزين مباني من ريحة الزمن الجميل اسمه شارع الخيامية نسبةً لحرفة وفن صناعة الخيم بمجرد دخولك الشارع هيبهرك جمال الألوان الزاهية للمنتجات اليدوية المصنوعة من فن الخيامية وكمان هتشوف القماش المطبوع ومنتجات رمضان اللي بتكسر في الشهر الكريم لندرة فن الخيامية وقيمته العالية عراقة وتاريخ الشارع بيكملها جامع الصالح طلائع اللي اتبنى سنة 555 هجرية ورغم ده ما ترفعش فيه الأذان ولا أقيمت فيه الصلاة إلا بعد 100 عام من افتتاحه في عهد السلطان عز الدين أيبك. صباح الخير يا حمد طارق، اخبارك ايه؟ ان شاء الله اكون بخير يا رب. اتفضل، ميرسي على استضافتك الجميله لينا. ربنا يخليكي، انت نورتي شارع الخياميه. ايوه عم مصطفى فرجنا كل حاجه وعرفنا كل حاجه وقال لي ان انت من افضل لو مش افضل الصنايعيه الموجودين والفنانين الموجودين. ربنا يخليك. تقول تسمي نفسك ايه؟ فنان؟ صنايعي؟ لا لا، استاذ. بصي انا جمعت ما بين الاثنين، عشان الاسطوات بتوع زمان وساعدوني ان انا اخد الخبره بتاعه الشغل اللي كله بتاع زمان، وعشرت الفنانين الجداد المصممين وديزاينر، فجمعت ما بين الاثنين، فده فضل من عند ربنا ان انا قدرت توصل لكده ما حدش توصل لها قبل كده. يعني كل الناس برضو التعليم ساعدني ان انا اقدر اجمع ما بينهم. مش كل فنانين الخياميه متعلمين في السوق. في متعلمين بس هم دماغهم يعني تقليديين، ما فكروش يطوروا من نفسهم، او ما فكروش انهم يدوروا على انه يوصلوا بالخياميه للعالميه. هقول لحضرتك حاجه، انا بطلع معرض بره مصر. تطلع معرض بره؟ بالشغل ده ولا بقانو شغل؟ لا بالشغل، الطبلهات، العصافير، هو اغلبيه العصافير والورد والتصميمات القويه جدا. ايه اللي يفرق بين طابلو ده مثلا وده؟ يعني ده تقليدي، ده اي حد ممكن يشتغل فيه، لان ما فيهاش قصات كتير، ما فيهاش كيرفات، ما فيهاش دورانات، فكل ما بيبقى الشغل فيه دورانات او كيرفات دي بتصعب الشغل على الفنان. ينفع نقوم بقى ونشاور على حاجات وتقولي ده اصعب من ده، ده اسهل من ده؟ يلا. بالنسبه لي انا السمك برضو بياخد بعض الصعوبه، بس مش لدرجه ان انت تركيبات الالوان هنا وان انا اعمل درجات الالوان دي طبعا بتبقى صعب جدا، وانت لازم تنقي ده كله طبعا. لما بتشتغل بقى مع مصممين يا طارق، هو بيقول لك انا عايز دي حمراء وعايز دي سودا وعايز دي منمره. بيبقى بالنسبه لهم الالوان هم بيختاروها بالظبط، والماتيريال بالظبط، كله ولازم الماتيريال يبقى قطن. لكن من ضمن الشغل الصعب جدا الشغل الرومي مع الاسلامي مع زي القطعه دي. القطعه دي القطعه دي من اصعب قطع اللي انا عملتها، ومهم جدا ان ما تبانش، يعني انا اما اجي اشتغل عشان رفيعه قوي جدا ودقيقه جدا. وبصي حضرتك الغرزه مش باينه فيها، الغرزه مش باينه خالص. بس يعني الغرزه لو حد مبتدئ لازم تبان اكتر. تبان اكتر لو حد بقى قسطة كبير، الغرزه ما تبانش خالص. ولازم هنا في القصات دي تبقى مظبوطه. طب الحاجات دي مش اسهل يا طارق؟ دي اسهل. بس الحاجات اللي زي دي لازم انا اوصل الفنان اللي معايا انه يعمل حاجات صعبه جدا، عشان ما يحكيش، يعني لازم يبقى اللي عندي مش موجود عند حد. ايه اللي اربح النهارده في الخياميه، ان انا اعمل حاجه وابيعها كده، ولا ان انا يجي لي كوميشن يعني طلبيه واعمل حاجات واشغل ناس كده؟ بتلاقي نفسك اضطريت تبقى رجل اعمال مش بس فنان. لا ما هو لازم عشان ابقى رجل اعمال لازم ابقى اشتغل، ولازم طبعًا ابقى فنان، ولازم اكتسب خبره كل ماده عشان استمر في النجاح اللي انا فيه. انا طلعت بالطابلو ده امريكا، ممكن حضرتك انا طلعت بالطابلو ده امريكا، اقسم بالله نص ساعه قعدوا يسقفوا لي ان ازاي طلع. هو صراحه يعني طبعا لازم يسقفوا لي. جمع مجموعه الشغل اللي في العالم كله، طاووس، فازه، ورد، رومي، اسلامي، كتابه،
انت بترسم الاول يا طارق على ورقه ثم تعمل كذا. بترسم الديزاين الاول على ورق وبعد كده ببدا انفذه على القماش. تخيلي حضرتك ان ده يطلع قماش بالجمال ده. لا الخياميه فن هو يعني. مش بس كده، هو حبك وانت بتقول لي تخيلي يطلع قماش بالجمال ده وانت كان روحك نفسها لا مدلوقه في الستاره. هقول لحضرتك حاجه، انا بعض الاوقات اما ببيع قطعه نادره تزعل عليه. انت ولادك اتعلموا يا طارق ولا لا؟ والله انا نفسي ابني يتعلم بس هو بيحاول يهرب مني. تعالى نقعد تاني. ابنك عنده كام سنه؟ انا عنده 16. وفكرك ان هو هيقعد بقى بالصبر ده؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا هحاول بقدر الامكان ان انا اوصل له يحب الشغل زي ما انا حابه. انت عندك ابن واحد بس يا طارق؟ ابن وبنت. والبنت مش عايز تعلم؟ دي كبرت. كليه اعلام ومحمد ثانوية عامة يخلص إن شاء الله وحاول أضمه بأي طريقة. بص يا طارق، إحنا متعودين عشان ما تنسناش بغير يعني الزحمة اللي إحنا عملناها لكم في الشارع. لا ولا يهم حضرتك. إن إحنا كل الضيوف اللي يكونوا عندنا في الحلقة فنانة زميلتنا سارة بترسم لهم بورتريه. يا رب يعجبك بقى. ربنا يخليكي. ميرسي يا سارة. ميرسي يا سارة. متشكر جدا. نجم سينمائي. لا طبعا يا فندم، ده أنا نجم سينمائي. على حسابي. الدنيا دي خيمة كبيرة قوي وسماء السقف اللي ساترنا، في العالم كله مفيش غيرنا، ربنا بالرحمة بيشملنا وبيغفر لينا مهما عملنا، وربك رب كريم دايما من لطفه بخلقه بيمهلنا، ربنا دايما لعباده سند، سبحان الخالق والرزاق، والخيمة دي دايما ليها وتد، وتدها الطيبة مع الأخلاق.